ستوري ديال اليوم ديال واحد البوكوصه بنت فاس ما كتحملش الدراري ولقات كيفاش تقتلنا كاملين. واحد النهار الصباح خارجه كيوقف عليها ولد جيران 7 سنين هو كيطلع لها بحال خايف يديروا لها الصابو. دري سميتو علاء فلاش ديالها محترم ودائله ومقدر تبارك الله، عطاها غير الشوفان والبنان كيهبط الخريه بيدو. زعم داك النهار قال لها بغيت ندوي معاك في شي حاجه مي ماشي في الدرب، نتلاقاو في قهوه الفلانيه. هي هذيك وصل دخل في السوجي نيشان باش حتى الا قمعاتو ما يبقاش مكمد فيها ابتداج كامل. قال لك انت كتعجبيني سنين هادي، الا كنتي انتريسين تعرفوها شويه ونجيب الدار. بوغوصا ديالنا معقده كيف ما عارفين، قالت هاد المات شو كيتخيل عليا كان رجب الله والله تنخرجها منه. صافي داروا بروغرام كيخرجوا جوج مرات في السيمانه بحال غيتريني باريكو. دابا على مسكين كيبغيها منيتو، خدام كيجمع فلوس العرس كاع، هي ايش دير ما دير نهبط نسحر ليه في العراقات باش يولي بحال الحمار. الويكاند اللي جاي خرجوا يفطروا وهي تفرتت ليه الكموسه في اتاي، ما جا فين يكملوا الجلسه حتى جا الكارسون يتخلص ضربو علاء بكابال. كيبان لك الصرف تشتت، الحسين كيتنخصص، ما عرفتوش عطاوا توكال ولا بربوقه. علاء شاد راسو غيتفرقع عليه، كيخرج ويدخل في هضره. بوكوصا مشات دغيا لحتو قدام دارو، عائلته شافو في ديك الحاله عيطوا لومبيلونس جات. علاء مدلي رجليه من الشرجم وكيغوت وعنان. تخيلوا ختنا كطلع ليه خاريه بالضحك، خايفه غا شويه لا يعاقبها. داو شي جوج سيمانات هو في كلينيك مي والو، صافي السيد فروح. دابا كيخرج بالحفاه ولا كيخرج لمو بكارسون كيضحك في الزنقه براش فوق يشوفو كيبداو مصطي ومصطي. باي ذا واي ما قلتش ليكم ختنا راه هي السناء اللي تدار ليها مع مهدي، وتخيلوا ضيعات هاد العائله في ولدهم الوحيد غير كافونجونس في بوق الوا.